كل اللي تاخذه ترى من هالدنيا تاخذ لك قطعه يسموها الكفن. تنبلي شوي زين. كل اللي عندك فيها الحياه باجمعه تعطيه لغيرك، شئت ام ابيت، تتزلزل ملكيته ساعه النجاع. ما يبدا يقوم ينازع، اذا بدا قام ينازع خلص ملكيته اصبحت متزلزله، ما يقدر يتصرف بامواله. امواله ما ياخذ من عدها الا قطعه من النسيج الذي نعبر عنه بالكفن يلفوه بها. وبالفعل هو هذا لا يغير شيء لك، كل ما في الامر سترا لعورته، والا هالقطعه هذه يلف بها ويلقى في التراب، هذا نصيبه من الدنيا. هسه الطيالسه، الحرير، الملابس المنضده، قد يلبسها اعداء اعدائه. مش مدري من هو ياخذها.